في بعض الناس ممكن يقولوا لا انا ممكن ما اكملش في ده عشان انا خايف ان انا اخد خطوه في ده, او ممكن ما اكملش عشان انا مش قادر احط المجهود في ده. أيوة. لكن انت عارفه بالظبط تميزي ده, عرفتي تطوري ازاي؟ عرفت لان انا بجرب, يعني انا لازم ادخل في الحاجه واجربها, ما تعجبنيش فما اكملش. يعني ما بحبش قوي اندم قدام, يعني شعور الندم ان انا ما جربتش حاجه دي اللي بتضايقني جدا. ف رايي ان الناس تحاول, يعني تجرب, اصل الفشل هيعلمنا برضو. ما هو الفشل اكيد هيدينا دروس, ما هو ربنا ما بيحطش اي موقف في حياتك الا لسبب. فده احساسي ان انا لازم اجرب الحاجه, لو ما عجبتنيش ساعتها اقول مش حلوه, وده اللي انا اتعلمته برضو. لان انا زمان كنت ممكن استسهل واقول لا 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 مش عايزه, او لا خش, الواحد يخش بدماغه كده في الحاجه, ولو ما مشيتش ساعتها اقول خلاص انا جربت وما مشيتش. انت كنت عايزه تكملي بالحاجه اللي انت بتحبيها والحاجه اللي مريحاكي اكتر. فاشن بقى بتاعي, انا بحب اطبخ جدا, بتحبي تعلمي الاخرين, وده اللي خلاكي تفتحي الاكاديميه. فكرت بالظبط, كانت مونا بيتي مركز لسه, شقه صغيره, وكنت شغالة على سكيل بسيط. بس عشان بدأتي تتعرفي ازاي, او احكي لي عن اول كلاس كده عملتي. انا اول كلاس عملته كان للناس حواليا, يعني صحابي, ناس كانت بتشتغل معايا كده, وانا واحدة واحدة, مع اني انا واحدة بتاعت تسويق جدا, بس انا واحدة مش من الناس اللي كنت عايزة من اول ما مونا بتي تفتح ان انا اصرف فلوس كتير قوي على التسويق عشان اعرف, لا انا كنت عايزة الناس تعرفني من word of mouth, او اللي هو ده حد يقول لحد يقول لحد. فانت بدأتي بسكيل صغير والناس اللي حواليكي بس.